الذكرى 33 لعمليات الأنفال نظمتها منظمات المجتمع المدني لاستذكار الشهداء ومن أجل المطالبة بعدم تكرار هكذا عمليات إجرامية أدت إلى هدم 33 ناحية و4000 قرية. الذكرى 33 لعمليات إنفال سيد الصيد التي قام بتنفيذها و بتنفيذها النظام البعثي من خلال دفن و 182 مواطن كردي من رجال ونساء وشيوخ واطفال في المقابر الجماعيه، وهدم 33 ناحيه و12 قضاء و 4000 قريه. الوقفه تعبير عن ادانه هذه الاعمال الاجراميه والمطالبه من الحكومه العراقيه وحكومه كردستان والمنظمات المجتمع الدولي وكذلك الامم المتحده الوقوف مع ذوي الضحايا وتعويضهم ماديا ومعنويا واجتماعيا. طالبت منظمات المجتمع المدني باعتذار الحكومة على هذه الإبادة الجماعية واعتبار مجزرة حلبجة إبادة عالمية ليصل صوت الكرد إلى العالم والكشف عن حقيقة معاناتهم أبان نظام البعث. التجمع هو ذكرى لهذه الفاجعة الأليمة. ثاني مطالبنا هو تعويض ماديا ومعنويا للعوائل والأهالي هذه الكارثة، وطلب من الحكومة المركزية اعتذار رسمي لهذه الإبادة الجماعية، ونطلب من المؤسسات الحكومية والدولية باحتساب هذه القضية جينوسايد عالمي، يعني إبادة جماعية عالمية. وتبقى مجزرة حلبجة منارا للتضحية والصمود، لتبقى قصة حلبجة مخلدة يرويها التاريخ للأجيال القادمة. سعد السلطان، قناة التغيير، كركوك.